حضور الكريم، إننا هنا اليوم في هذا الحدث المعرفي الأبرز عالميا الذي يمثل منصة نقاشية مهمة تجمع تحت مظلتها المؤثرين وصناع القرار ورواد الفكر وأصحاب الرأي، بدعوة من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الآن مع كلمة سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، فليتفضل مشكورا. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بدبي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، في البداية يسعدني أن أرحب بكم في هذه المنصة المعرفية الأبرز عالميا التي تطل عليكم بعد عامين من الانقطاع بفعل تداعيات الأزمة الصحية العالمية، حاملة بين طياتها كثيرا من التجارب والمعارف حول جائحة كوفيد-19 والعديد من الخيارات والفرص لحماية البشرية في خضم التحديات التي يمر بها العالم تحت شعار المعرفة حماية البشرية وتحدي الجوائح. اليوم نحن هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من مقر إكسبو 2020 دبي، نقدم نموذجا فريدا يحتذى به في التصدي لتداعيات الأزمة بفضل الرؤى والاستراتيجيات السباقة المستندة على المعرفة والابتكار، تنفيذا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لتنجح الإمارات في تنظيم دورة استثنائية غير مسبوقة لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي يمثل إحدى الفعاليات العالمية الكبرى التي تعقد أثناء الجائحة، حيث نشاهد اليوم بين جنباته التنوع الحضاري والثقافي، كما توجه دولتنا رسالة إلى العالم مملوءة بالتفاؤل والأمل، مفادها أن المعرفة تتجسد في التعاون والنماء والتطوير والازدهار. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، إن هذا ليس بجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في تعزيز مسارات إنتاج ونشر المعرفة وتمكينها في المجتمعات من خلال مؤسساتها كافة، من بينها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي لم تتوقف على مدى العامين الماضيين بالرغم من الجائحة عن دورها في تعزيز المعرفة وتمكينها. انعكست الجهود العظيمة التي تقدمها دولة الإمارات في مجال المعرفة والاستثمار في الشباب وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، على ترتيبها في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، واستطاعت أن تقفز 4 مراكز مقارنة بالعام 2020 لتتصدر المرتبة الأولى عربياً و11 عالمياً في المؤشر الذي يقيس المعرفة على مستوى 154 دولة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، قمة المعرفة هذا العام ستسلط الضوء على جوانب التحديات العالمية كالتغير المناخي والأمن الغذائي ومكافحة الفقر وإعادة النظر إلى المشهد القانوني العام وصياغة تصور حول الممارسات القانونية في عالم ما بعد الجائحة ودور وسائل الإعلام وتأثيرها خلال الأزمة ومستقبل التعليم في عصر الميتافيرس ومدى الحاجة إلى استحداث أنظمة اقتصادية وبيئية أفضل. قبل أن أختم، في عام 2017 في جلسة حوارية مع منظمة UNDP تكلمنا على أن البشرية إذا أصيبت بأزمات وجوائح قادمة لن تكون مستعدة لها، واكتشفنا هذا من خلال مؤشر المعرفة العالمي الذي أشار بصورة جلية إلى أن العالم قصر
أو يقصر جدا في مجال البحث والتطوير. وعدنا هذه المسألة مرة أخرى في 2018 وقلنا أن البشرية إذا تعرضت إلى أزمة قادمة لن تكون مستعدة، وهذا ما حصل في 2020، وهذا يدل على أهمية مؤشر المعرفة العالمي وأيضا الجلسات التي تعقد في هذه القمة لصانع القرار. في الختام لا يسعني إلا أن أجدد ترحيبي بكم جميعا، ونرحب أيضا بسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. نتطلع معكم إلى إثراء جدول أعمال القمة بنقاشات ثرية ومخرجات غنية تسهم في ترسيخ مفاهيم المعرفة في سبيل مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة جمال بن حويرب. خلال العقد الجاري تحاول الأمم المتحدة مسابقة الزمن لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة ضمن أجندة 2030، وفي هذا الإطار تتعاون مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في العديد من المبادرات النوعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تسخير المعرفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17. نرحب الآن بالدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلامي، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، معالي الوزراء، السيدات والسادة، الحضور الكريم، تحية طيبة. وبعد، قبل أن أبدأ أود أن أنقل إليكم تحيات أخي شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تعد هذه القمة للمعرفة التي نشهد اليوم أحدث انعقاد لها، أحد أهم مخرجات الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، والتي أثرت على مدار 14 عاما العديد من المبادرات المعرفية التي كان لها تأثير مهم على المشهد المعرفي على مستوى الدول العربية والعالم، على مستوى العالم، من خلال إشراك أطراف المشهد المعرفي من صناع القرار والمنظمات الدولية والأكاديمية والخبراء والشباب ليدارسوا أهم المستجدات المعرفية ويتبادلوا عرض النتائج والخبرات الناجحة بهدف نشر وتوطين المعرفة. لقد تسببت جائحة كورونا 19 باضطراب عالمي كبير أثر بشكل مباشر على تقدم البلدان نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما كشفت جائحة كورونا 19 ترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة، حيث كان للجائحة تأثير كبير طال الأهداف المتعلقة بالصحة ومجالات أخرى كالتعليم والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك والإنتاج، وكان التأثير أكبر سوءا فيما يتعلق بأهداف المساواة والابتكار والبنية التحتية والمدن والمجتمعات والشراكات. كما كشفت جائحة كورونا 19 عن ضعف اقتصاد العديد من الدول وعدم قدرتها على
استجابة مناسبة للاضطرابات أو التغييرات المفاجئة. وهذا ما أكدته نتائج تقرير استشراف مستقبل المعرفة لعامي 2018 و2019 الذي أوضح أن اقتصاد الدول المختلفة ليست مستعدة للتغييرات المستقبلية، كما أن منظومات المعرفة ليست قوية بما يكفي لامتصاص المخاطر المستقبلية المحتملة. يعيش العالم ومنذ عامين ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا، إذ تخبرنا تقديرات صندوق النقد الدولي لا وهو IMF أن نصيب الفرد من خسائر الدخل التراكمية خلال الفترة 2020 إلى 2022 بالمقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة يقارب 20% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ولقد مثل الإغلاق الكبير جراء الجائحة أكبر ركود اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير. وفي المنطقة العربية كان التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا 19 حاداً في عام 2020، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%، كما زاد عدد الفقراء بواقع 9.1 مليون شخص بسبب كورونا 19، ليصبح إجمالي عدد الفقراء في المنطقة حوالي 116 مليون شخص بنهاية عام 2021. واليوم نطلق إن شاء الله تقريرنا الثالث من تقارير استشراف مستقبل المعرفة في قمة المعرفة السابعة تحت عنوان المعرفة هي حماية البشرية وتحدي الجوارح. ويركز التقرير على دراسة القدرات التحويلية التي تمكن البلدان من الاستثمار في النمو من مواجهة الصدمات والحفاظ على مكتسبات التنمية. ويغطي التقرير 40 بلداً ويركز على ثلاثة مخاطر، ألا وهي المخاطر الصحية، المخاطر البيئية، والمخاطر التكنولوجية. ولإصدار هذا التقرير تم استخدام منصة معلومات رقمية تتيح الوصول إلى 150 مليون مصدر عام بأكثر من 180 لغة، وتم تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وستناقش قمة المعرفة هذا العام العديد من القضايا، منها أهمية الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية مساعدة البلدان على إعادة تحديد أولوياتها. في الختام أود أن أعبر على عميق شكري لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لرعايته قمة المعرفة والمبادرات المحلية والعربية وعلى المستوى الدولي والعالمي، متمنية لكم مناقشات مثمرة ومخرجات معرفية تفيد البشرية. شكرا لكم. شكرا للدكتورة خالدة بوزار على كلمتها. على مدار عامين كاملين ومن خلال 150 مليون مصدر إلكتروني، تم إعداد تقرير لقياس جاهزية الدول لمواجهة الأخطار المستقبلية. نطلق الآن تقرير استشراف مستقبل المعرفة. Since the 1960s, there has been a tenfold increase in the number of natural disasters occurring around the world. In the wake of the pandemic,
Humanity has been compelled to face a new truth, the truth of an increasingly complex and constantly evolving risk landscape that threatens to destroy the planet that holds us together, taking with it fragile ecosystems, staked livelihoods, political stability, and economic security. With each new crisis, the cracks within our socioeconomic systems deepen, intensifying global divisions, magnifying existing inequalities, and depleting our planet's last remaining resources. The economic costs of natural disasters have risen by over 600%, crossing $300 billion in the last decade alone. We, the primary stakeholders of our planet, need to pause and take scope of the consequences of our inaction. At this crucial precipice, we need to ask the right questions. What are the lessons to be learned from each crisis that has unfolded in the past decade? Questions that force us to acknowledge our role in this interconnected symbiosis. Is the global community prepared to face the next crisis? Questions that help us learn from our mistakes, accelerate recovery, and deliver the promised sustainable future to our progeny. How do we identify the signals of change? Questions that help us find the right solutions to secure humanity's future in the face of unprecedented challenges. How do we change and adapt to the new world? Because only those countries that can transform their institutions and policies will thrive and unite in solidarity as one to foster innovation and collaboration across societies at large. It is now time to inspire transformative change that cuts across the boundaries of here and now. This report is a step in that very direction. It captures strong and weak signals and condenses publicly available big data into strategic insight that investigates the transformative capacities of 40 selected countries. Transformation requires innovation, experimentation, and collective responsibility. This report highlights the level of preparedness of different countries to capably face future crises without any lingering long-term damage to society, economy, and planet. After all, change begins here. Change begins now. The Future of Knowledge, a Foresight Report.